المطاعم. زي ما وعدنا حضراتكم النهارده معانا شيفات وشيفات مميزين في كل حلقه، ومعانا النهارده شيف عماد، والدوت جالنا من المنوفيه مخصوص عشان يقدم لنا اشهى الاكلات، ومعانا زي ما تعودنا شيف اماني اللي دايما بتطلع معانا باحلى الاكلات بتقدمها لنا في حلقتنا. نرحب بضيوفنا. اهلا اهلا يا شيف، هتقدموا لنا ايه النهارده؟ ان شاء الله هقدم فراخ بصوص الليمون وبالشبت لما اللباني، وهعمل معاها بطاطس مسلوقه بالثوم، وان شاء الله اكل صحي وسهل يعني. ان شاء الله يعجبكم. شيف عماد هتقدم لنا ايه النهارده؟ هنقدم ان شاء الله النهارده حاجه لذيذه قوي وكويسه جدا، يعني في حاجه اسمها الرز البسماتي اللي احنا كلنا متعودين عليه خالص. احنا هنعمل النهارده رز بسماتي، بس رز بسماتي ميكس. ميكس ايه؟ يعني ميكس معاه لسان عصفور وشعريه. دي اول حاجه. لسان عصفور وشعريه. هيبقى لسان عصفور عليه، مخلوط عليه لسان عصفور وشعريه. تمام. واللون بتاعه هيبقى اللون الحمار، لون صلصه. تمام. تمام؟ ده اللي شغال على طول، المعتاد في الحفلات والافراح. ده رز البسمتي. هنعمل ايه غير الرز البسمتي؟ هنعمل غير الرز البسمتي بقى، هنعمل لحضرتك فيه، هنعمل ميكس جريل. تمام. وهنعمل كباب حله، بس كباب حله غير ان الناس كلها عارفاه. اللي الناس كلها عارفاه كباب حله ببصل بحاجات، لا احنا بنعمل حاجه تانية خالص، جديده خالص، احنا شغالين بيها على طول في الحفلات، في الافراحنا، في كل شيء. تمام. فان شاء الله تعجب الجمهور وتعجب حضرتك وتعجب كل الناس. ان شاء الله. ان شاء الله. موضوع حلقتنا النهارده هيبقى عن السكر، او زي ما بيطلق عليه السم الابيض. السكر والمعروف عنه ان هو بيبقى هو مفيد طبعا في بعض بطريقه معينه، لكن ليه اضرار اكيد. فعايزين ناخد راي شفتنا كده، ايه رايكم في السكر؟ اضراره، فوائده؟ السكر ليه اضرار طبعا، زي ما بيقولوا السم الابيض. المفروض لا، هو الجسم بيبقى محتاج سكريات، بس مش سكريات كتير، يعني ممكن تبقى حاجه بسيطه في اليوم عشان خاطر نسبه الكوليسترول، نسبه السكر في الدم، عشان زياده الوزن. حتى بالنسبه للاطفال برضو المفروض ان الاولاد الاطفال ما ياكلوش سكريات كتير. سكريات زي ما قلنا كتير. زي ما قلنا قبل كده. شيف استاذن حضرتك بس نغطي ال لا، ما هو الرز ما ينفعش يتغطى، لازم يبقى كده. لا ده ما ينفعش يتغطى، لازم يبقى كده، لان ده الرز البسمتي طريقته اساسا ان الرز البسمتي بيستوي نص سوى، وبعد كده بنبدا نخلط لسان عصفور، وبعد كده بنخلط شعريه. طب يا ريت الكاميرات تسجلنا على اطباق الاكل كده وتقولوا لنا مقادير كل اكله. مقادير اكلتك يا شيف اماني هتبقى عباره عن ايه؟ يعني هنقول نص كيلو فراخ صدور. تمام. معها زيت، هقول لك الطريقه نفسها، يعني بحط زيت على النار، بحط الفراخ بتتشوح وبشيلها على جنب، بعد كده بعمل الصوص بتاعها، بحط تومه مع زيت الزيتون تتشوح، واروح حاطه الكريمه اللباني، واحط شويه شبت وعصير الليمون. حلو قوي. بس والبطاطس بحطها بسلقها وبروح مقطعاها وحطها كده حلقات، بجيب التوم مع زيت الزيتون زي ما هعمل كده دلوقتي، وبرش عليها، بحطها في الفرن، بتاخد وقتها، بعد كده خلاص. تمام. طبق حلو وخفيف وصحي. طبق خفيف جدا 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 وسهل كمان ان شاء الله. شيف عماد، بالنسبه للرز البسمتي، الرز البسمتي ده بيتكون كيلو رز بسمتي، نص كيلو لسان عصفور، نص كيلو شعريه. البيوم بتاعنا العادي خالص. تمام. بنسلق الرز نص سلقه في قلب البيوم بتاعنا، نص، بعد كده بنخلط عليه لسان عصفور. الرز لوحده بعيدا عن الحاجات دي؟ لا، هو الرز اهو حضرتك في الحله هيستوي نص سوا. تمام. بعد كده بعد النص سوا هننزل عليه بلسان عصفور. لسان عصفور بعد الرز ما يستوي نص سوا. تمام. بعد ما يبقى نص سوا هننزل عليه بلسان عصفور، بعد لسان عصفور ما يبقى نص سوا برضه ننزل عليه بالشعريه ونغطيه ونشمع عليه. هيستوي، يبقى هو كده طلع لنا في الاخر الرز اللي احنا محتاجينه، رز ميكس على بعض. ده رقم واحد. رقم اثنين ميكس جريل. ميكس جريل معروف ان هو ريش ضاني، معروف ان هو ان مع الريش الضاني فراخ، ده كله بيتشوي، معروف ان هو معاه كفته. حلو. كفته ضاني موجوده. تمام؟ تمام. الايتم الثالث او الطبق الثالث اللي هو الكباب الحله. الكباب الحله ده اللي احنا بنجيب لحم مكعبات، بس مكعبات كبيره مش صغيره. بس حضرتك قلت هيبقى مختلف عن الكباب الحله اللي عارفينه. مكعبات كبيره مش صغيره. تمام. الكباب الحله العادي مكعبات صغيره. ايوه. تمام. لا ده بتاعنا احنا بقى مكعبات كبيره. تمام.
وبينزل عليه بياخد معاه، بياخد معاه بصل، بياخد معاه جزر، بياخد معاه كريات وكرفس، روزماري، ريجانو، ده كله وياه تمام. وبعد ده كده كله معاه. بيستوي ويتبل بصوص تقيل جدا، بياخد التوابل بتاعته المعتاده خالص اللي هو الملح والفلفل والكمون والبهارات تمام. وبعد كده بيستوي بيطلع زي ما هو بالصوص بتاعه. حلو قوي. البصل والحاجه دي كلها بتبقى استوت خالص جامد في قلبه، ما بتبقاش مش باينه خالص، دي حاجه. بعد كده صلصه الطحينه. صلصه الطحينه كلنا عارفينها طبعا، بس احنا هنعملها النهارده بشكل جديد جدا وحاجه لذيذه خالص. ايه راي حضرتك في السكر يا شيف؟ فوائده السكر كويس جدا، بس هو مشكلته اضراره كتير. اضراره كتير يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ولا نزود قوي ولا نقلل قوي، لازم يبقى المعتاد عشان لازم طبعا يبقى في النص. ايوه المعتاد ده السم، السم القاتل والسم الابيض اللي هو الملح والسكر. والسكر دي حاجه معروفه. تمام. في بدايل بيبقى مثلا ممكن برضو للاطفال ممكن نعمل لهم بدايل بدل ما بياكلوا سكريات. ممكن في بطاطا بتبقى بديله، يعني في قرع العسل. بعض الناس بتشوف ان مثلا السكر بعض الناس بتشوف ان هي لما بتدي لولادها سكر اكتر، لما بتحط حلويات كيك الحاجات ديت، بيبقى الاطفال عندهم طاقه اكبر، بتبقى هي كده بتفيدهم. لكن طبعا فعلا ده خطا متواجد عندنا بشكل كبير. هي فعلا الاطفال نسبه الهيبره بتزيد عندهم بسبب السكريات، عشان كده بننصح ان بعد الساعه 6 مثلا الاطفال ما ياكلوش سكريات، فاكهه يزودوا بالفاكهه طبعا يا ريت. تقريبا كده ممكن معدل السكر يا شيف يبقى قد ايه في اليوم للشخص الواحد؟ اصل هو على حسب حضرتك، اصل ممكن واحد يبقى بياكل حلويات كتير، الحلويات دي بيبقى فيها داخل فيها نسبه كوليسترول عاليه قوي وعسل جلوكوز، فده ما ينفعش. لازم يبقى كل واحد عارف ايه اضراره وكل واحد عارف ايه. بس تجيلنا كده شويه. ايه اضراره مع حضرتك وايه وفايدته بالظبط، عشان كل واحد يعرف يحكم نظام نسبه السكر عنده هو قد ايه، عشان ده ما يعالجش معاه اي حاجه. طيب حسب معلوماتي يا شيف انا عرفت ان حضرتك شيف مناسبات بس. لا انا حضرتك شيف مناسبات وافراح، وغير كده انا في بدايتي انا اشتغلت اساسا، كنت شغال في فنادق، انا اشتغلت في شرم، غردقه، وفي طابة، اشتغلت في القاهره كتير، اشتغلت كنت طباخ شخصي في مع الاستاذه الفاضله صفاء ابو السعود، كنت انا الطباخ بتاع حضرتها في البيت تمام. فكده الرز خلاص بقى نص سوا تمام، نزلنا لسان عصفور. حلو قوي. هيبقى نص سوا نديله الشعريه تمام ونسيبه على كده. البطاطس كده خلصت ولا لسه؟ لا لسه هحطها تعمل، بس اعمل الصوص بس الاول. ليها صوص؟ حطيت الزيت. حطيت الزيت على النار، بحط عليها الثوم وبس. وبعد كده بروح احط الويبنج كريم واحط الشبت والليمون باذن الله. حلو. اما دلوقتي بالنسبه للميكس جريل، الميكس جريل اللي معمول له صوص هيبقى وياه صوص كمان تمام، صوص اونيون، صوص بصل. هيبقى وياه هو بتاعه هو. حلوة. علشان ايه؟ بحيث اللي ياكل الطبق او اللي ياكل التست ما يلاقوهوش ناشف ان هو مشوي. لا يبقى طري، يبقى سلس في الاكل. حضرتك قلت يا شيف ان ديت من ان الرز دوت بيبقى من اكتر الحاجات المطلوبه في المناسبات جدا. ايه تاني بقى جداً حاجه انت مميز فيها قوي؟ هو عامه انا بروح للزبون اللي هو بيطلبني، بشوف طلباته ايه بالظبط، لان انا كده انا معايا ستاف كامل، معايا مطبخ كامل متحرك، بروح اعمل له مطبخ في المكان اللي هو عايزه. ايه اكتر حاجه بتطلب منك يا شيف؟ يعني اكتر حاجه بتطلب مني حفله او مناسبه؟ ممكن بينطلب مني شغل ضاني تمام، بس شغل الضاني بقى مش ان هي قطع، لا ان هو بيستوي سليم وبينزل زي ما هو سليم. يعني دلوقتي انا بجيب بروح وجايب، هو الجزار بيروح مخلص، بروح انا جاي مقطع اربعة اربع ومسويه زي نظام الايه اللي هي الكبسه السعودي. بيطلع عليها كده بالظبط. ممكن حضرتك معانا بقى السمبوكسه تمام. فيه غير السمبوكسه، فيه بقى حضرتك اللي هو الجلاش باللحمه ده بيبقى مطلوب جامد. في ممكن اللحوم بقى، روز بيف، روز بيف ده مطلوب على طول تمام. فيه في عندك حلو بقى، بما ان حلقتنا النهارده بنتكلم فيها عن السكر، عايزين نعرف بقى الحلويات بتمشي ازاي يا شيف اماني؟ يعني ايه اكتر حلو ممكن تكوني مميزه فيه؟ اكتر حلو بعمله يعني قرع العسل. قرع العسل ليا طريقه فيه مختلفه شويه عن الناس، ف
فبتبقى بس حلوة. احنا عايزين طريقه تكون صحيه برضو، بحس ان نبقى بعيد عن اي اضرار للسكر. الحلويات فما بتبقاش صحيه قوي، لان دي بيتحط لها قشطه وبتحط لها بيض لها لبن بتحط لها مكسرات فبتحط لها سكر طبعا. ما هو ممكن حاجات تانية تتحط لها بديل ليها، اذا كان بتحطي عسل، عسل نحل. العسل النحل ده طبعا بيبقى مغذي كمان في نفس الوقت، وبيبقى قليل عن السكر، نسبته بتبقى قليله عن السكر. يعني ممكن في قرع العسل نستبدل السكر بحبه عسل نحل. هتبقى صعبه شويه. صعب. بس ممكن لو بتعملي كميه صغيره ممكن تعمليها، ممكن لو بتعمليها لطفل ممكن تعمليها له طبعا بعسل، هتكون افيد ليه. شيف عماد الحلو بقى بالنسبه للحلويات، الحلويات الشرقيه كويسه جدا، بس احنا ممكن نقول نتكلم عن حاجه واحده. انا عايزه اكتر حلو انت يا شيف مميز فيه. الجاتوهات والطرق. الله الحمد لله. جاتوهات وطرق. اما لو هنتكلم بقى على العاميه او عشان الاطفال او كده، ممكن حاجه جميله ليهم قوي اللي هي الكاستر. اوكي. الكاستر ده حاجه خفيفه جدا، حاجه لذيذه ومش مكلفه لست البيت خالص. حلو. طب عايزين حاجه يا شيف تكون شويه سكرها قليل، احنا برضو بنتكلم ان السكر بيبقى له اضرار، فعايزين حاجه تبقى بديله شويه لاي ضرر للسكر، وفي نفس الوقت الاطفال يقدروا ياكلوها. الكاستر. الكاستر ده جيلي. والكاستر ده بيبقى خفيف على المعده اساسا. والاطفال ممكن المهلبيه وتتعمل برضو بالعسل. بالعسل. بص حضرتك احنا دلوقتي كده خلاص، يحتبر ان الرز كده خلاص تمام. حلو خلاص. الشعريه كده نزلت فيه، المفروض ان هو كده هيتوطى عليه خالص كده. شيف عماد خلص لنا الرز بتاعنا، قرب يستوي خلاص. شيف اماني واحنا ان شاء الله برضه قربنا نخلص. ده الصوص بتاع الفراخ. باذن الله. تمام. هنحطها انها تتعمل. عاوز اهدي البوتاجاز. طيب تمام، نروح فاصل مع حضراتكم ونرجع لكم مره ثانيه. انا عاوز اهدي البوتاجاز عشان كده هي ايه؟ هنجيبوا دلوقتي حد يهدي. ما هو هنهدي البوتاجاز. انا كده البطاطس خلاص ان شاء الله هجرنش الطبق باذن الله، وبعدين عامله لكم كمان بتنجان مخلل مع الفلفل ان شاء الله هيعجبكم. يبقى نقول طريقته. تمام. خلاص هو الرز كده خلاص، يعتبر خلاص بالظبط 5 دقائق او 7 دقائق. الصوص بتاع الميكس جريل خلاص جاهز. الطحينه جاهزه خلاص على السرفازه مش اكتر. اللحمه الكباب الحله خلاص، يعني هشيل الصوص واحطها مكانه، يبقى خلاص ان شاء الله مفيش اي مشكله. ممكن ايه المشروبات اللي تبقى مفيده للاطفال وفي نفس الوقت طعمها كويس وبعيده برضو عن اي ضرر ممكن يقابلها من ناحيه السكر؟ اولا عصير الرمان. حلو. حلو جدا. لو عملتي كوكتيل، عصاير كوكتيل على بعضيها، في عندي الجوافه مع التفاح مع الموز مع البرتقال، ده لما بيتحط مع بعضه ده بيدي طاقة حلوة جدا للطفل، مع الكيوي بيبقى كوكتيل على بعضه. حلو قوي. ممكن نقطع لهم طبق حلو ممكن حضرتك تشتغلي واحنا بنتكلم مع بعض. ماشي. نعم. رأيك ايه بقى، ايه العصاير اللي ممكن تنفع للأطفال؟ العصاير اللي تنفع للأطفال اللي هي على طول، اللي هو ممكن اللي هو الموز كويس عشان الحديد، ممكن الجوافة، حاجات اللي هي مش مكلفة وحاجة اللي هي في البيت على طول. يعني كده مفيش بيت بتاع واحدة ست ما عندهاش موز في البيت، ما عندهاش تفاح، ما عندهاش. لو عندي مناسبة بيبقى مثلا فيها عدد كبير من الأطفال، إيه أكتر حاجة بيطلبوها في أي مناسبة؟ ممكن التشيكن وينجز. تمام. ممكن البوم فريت. دول الأطفال يعشقوا حاجة زي دي، البوم فريت والبرجر.
والبرجر ممكن 10 على 10 بس التشيكن وينجز او الناجتس او الفراخ الناجتس عامه دي اكتر حاجه الاطفال بتحبها، لانها بتبقى صدور فراخ متبله ومتاخده في الزيت، فدي بتبقى جميله جدا. طيب وشيف اماني؟ ايوه انا بقول لك برضو في برضو الفيليه تشيكن فيليه، في البرجر، في البيتزا الميني بيتزا او البيتزا عامه، في المكرونات، والبون فريت برضو الولاد طبعا بيحبوها جدا زي ما الشيف عماد قال. كل الاكلات ديت لا هي البون فريت جميله جدا وخفيفه وخفيفه، والكبسه كمان والاطفال بتحبها جدا، يعني كده كده الاطفال بيحبوها جدا. لو في عزومه يا شيف او مناسبه بتحضر لها قبلها ازاي؟ يعني بيبقى ايه اهم التحضيرات قبلها؟ والله انا بشوف الحفله دي او المناسبه ايه المطلوب فيها بالظبط، يعني ايه طلباتها بالظبط، ايه طلبات يعني انا رايح عند اي حد اعمل مناسبه اشوف طلباته هو ايه، ايه انواع الاكل اللي هو عايزها بالظبط، ابدا بعد كده اكتب الطلبات بتاعتي اللي هي الخامات اللي هو هيجيبها لي، بعد كده بروح جاي اجيب بقى للصف بتاعي، لان كده كده الصف هو مش كله زي بعضه، تبقى نظام بوزيشنات، في واحد تحت واحد تحت واحد تحت واحد. لا انا عايزه اعرف يعني مثلا شيف اماني لو عندك حفله او مناسبه ايه اهم التحضيرات اللي بتعمليها؟ من قبليها بحب اتبل، لو عندي فراخ مشويه هعملها اتبلها قبليها، او فراخ بانيه برضو اتبلها قبليها، لو عندي محاشي بعملها قبليها بيوم عشان خاطر كل الحاجات دي بتسهل عليا تاني يوم على التسويه بس. على التسويه بس. طيب لو عندنا مثلا مناسبه وعدد وعايزه اعرف التكلفه، يعني تبقى التكلفه قليله وفي نفس الوقت انا بعمل اكل كويس للموجودين؟ على حسب بتبقى الافراد اللي موجودين، يعني ممكن ايه الاكلات اللي تبقى شويه التكلفه بتاعتها قليله وفي نفس الوقت تبقى عزومه كويسه؟ ممكن نعمل الوجبه تبقى عباره عن فورمه رز، تمام؟ فورمه رز معاها قطعه جليش باللحمه، معاها قطعتين اتنين لحمه، واحده رز بيف واحده كباب، تمام؟ صبعين اتنين كفته. حلوه الوجبه دي، مش مكلفه. الحلو بقى؟ الحلو ممكن نعمل حلو، ممكن نعمل ام علي، ممكن نعمل رموش، ممكن نعمل بسبوسه جلاش، ممكن نعمل كنافه بالكاستر، بتبقى محشيه كاستر. طب قول لنا طريقه الكنافه بالكاستر. هي انت حضرتك احنا بنطبق الكاستر عادي خالص، ما فيش اي مشكله خالص، كاستر طبق على النار خلاص وجاهز. الكنافه بجيبها بقطعها حته صغيره جدا بالسكينه او بايدي، تمام؟ وبعد كده بخلطها بسكر وسمنه علشان يتجانسوا مع بعض، تمام؟ واروح جاي فارش، جايب الصينيه بتاعتي، تمام؟ جايب الصينيه بتاعتي اللي هعمل فيها او الصاج، حاطط فيه سمنه من تحت، تمام؟ وبعد كده بروح جاي واخد نص كميه الايه؟ الكنافه وفرش، واروح جاي الكسر اللي انا عامله بروح حاطه فرده عليها، اتفرد عليه، بعد كده بروح جاي مطبق جايب النص الثاني عليها، تمام؟ وبعد كده بدخل الفرن على درجه حراره 180 درجه يا دوب، تمام؟ اول ما ياخد وش اروح جاي بيبقى عندي الشربات بتاعي جاهز، بس الشربات ده اللي هو العسل بتاعه ما خلطش عسل جلوكوز كتير عشان ما يعملش حموضه، لان عسل الجلوكوز بيعمل حموضه جامده، بيبقى خفيف. احنا مش عايزين حلو كتير، احنا بنتكلم عن اضرار السكر. أيوة. وانه لازم يكون قليل ولازم يبقى خفيف، تمام؟ يبقى هو خفيف طعمه، خفيف السكريات بتاعته خفيفه خالص، ويترش عليه وهو سخن، الكنافه طالعه سخنه وهو سخن، يترش على البط عشان تشرب. ممكن نعمل كنافه جلاش محشي تفاح بالقرفه. الاكل ده بتاع الشيف اماني ان شاء الله يعجبكم. حضراتكم على الشاشه اهو، معلش بقى يا شيف قول لنا تاني انت عملتي ايه بالظبط؟ البطاطس سلقتها، تمام؟ وبعد كده بقطعها ترانشات، بحط عليها زيت زيتون وثوم وملح، بحطها في الفرن لغايه ما بتتحمر الوش بتاعها شويه. الفراخ بتبلها، طبعا بعرفين احنا بنغسلها ازاي وكده، بعد كده بتبلها بالملح والفلفل، بحطها على النار مع شويه زيت، نقطتين زيت صغيرين، وبتبلها. الصوص بقى لوحده بعمله حته ثوم فصين ثلاثه،
بضربهم وبروح حاطه له شويه زيت زيتون برده واروح مقلباهم، بحط عليهم الليمون مع الويبنج كريم، كريمه اللباني. الويبنج كريم مع الليمون بدل ما بنحط نشا او دقيق بتتخن هي منها نفسها، بدل ما بنعمل هيلثي اكتر، صحيه اكتر. وبعد كده بحط لها شويه شبت وبحطهم كده وبالهنا والشفا. ممكن بقى يتقدم ايه مع الاكله دي؟ ممكن رز ابيض بتبقى حلوه، ممكن مكرونه برضو بيضه بتتعمل بتبقى حلوه. لا هي مكرونه ممكن بعملها بحته زبده وتوم جنبيها بتبقى حلوه، ممكن معاها جنبيها سلطه زبادي بتبقى كمان جنبيها حلوه. حلو حلو بقى جنبيها يبقى ايه؟ الحلو جنبيها ممكن كريم كراميل، ممكن برضو يعني حاجات عشان تبقى برضو كويسه، ممكن ام علي، ممكن فاكهه بقى، الناس تحلي بفاكهه شويه، كفايه انا بقى سكريات وكفايه انا كوليسترول شويه. حلو قوي. انت كمان وصلنا لحد فين؟ لا انا خلاص الرز خلاص، الكباب حل خلاص، تمام، المكس جريل خلاص، تمام، الطحينه خلاص، بس لسه طبعا الطحينه هتاخد شغل تاني عشان الطحينه بتتقدم بشكل تاني خالص، تمام، ويبقى كده خلاص يعني ان شاء الله. هو الرز استوى ولا لسه؟ خلاص يعني. خلاص قرب. تمام. الاكل بقى يا شيف دوت ممكن يبقى معاه ايه حلو؟ ده ممكن يبقى معاه حلو، ممكن يبقى معاه المفضل وياه، ممكن يبقى كنافه وبسبوسه، تمام، وممكن يبقى جيلي او كاستر. بس جيلي بقى صور الشيف وحيد والي، وهو من اجمل الصور بتوع من اجمل شيفات نجوم المطاعم، وهو حاليا في السعوديه، ان شاء الله يجي لنا قريب ويكون ضيف في حلقاتنا. هو متألق دلوقتي في السعودية وعايش هناك، عامل شغل حلو جدا هناك، وهيكون ان شاء الله ضيف من ضيوفنا، ان شاء هيكون بإذن الله ضيف من ضيوفنا. وديت بقى صور الأكلات اللذيذة بتاعته، يا رب تعجبكم ونشكره جدا عليها. هو بيبعت لنا صور اكلاته الشهيه من السعوديه زي ما حضراتكم شايفين. سلامنا ليه وربنا يوفقه يا رب ان شاء الله. ده برضو طبق بيتزا بيبعته لنا من السعوديه. بنشكرك جدا يا شيف على الاكلات الجميله ديت، وبنتمنى ان شاء الله تكون معانا قريب في نجوم المطاعم. ارجع دلوقتي لضيوفنا شيف عماد. اموري خلاص احنا كده خلاص الفينش. في صوص انت عملته يا شيف للميكس جريل، عايزه اعرف بقى قول لنا تاني طريقه الصوص ده. الصوص ده بيبقى عباره عن بصل برينواز، تمام، وبعد كده بروح جاي واخد الشتيه كله، وبعد ما اخد الشتيه بروح نازل عليه بديمي جلاس. لو ما فيش ديمي جلاس عند اي حد في البيت ممكن يعالج الديمي جلاس بدقيق، تمام، وبعد كده بروح مديله توابله، وبعد كده بس البصل يبقى كتير، تمام، البصل يبقى كتير. يبقى كتير ليه؟ عشان هو اساسا صوص اونيون صوص، يعني هو صوص بصل، صوص بصل لازم يبقى كتير. وبعد كده بديله دي، بعد كده باجي اضرب بالمضرب بتاعي عشان ما يبقاش مخرز، بديله البيوم بتاعه، بديله توابله وخلاص، تمام، وبالهنا والشفا. طيب احنا ارقامنا دلوقتي موجودة على الشاشة للتواصل، وهنكمل دلوقتي مع الشيفات بتوعنا. شيف اماني دلوقتي لو اللانش بوكس بتاع اي طفل ممكن يبقى عبارة عن ايه؟ ممكن يبقى عبارة عن، ممكن نعمل له توست جبنة او وبحط معها خيار، بحط معها قطعة بطاطا، ممكن بقى بحط معها دورة برضو مغذية، ممكن بس انوع له يعني كل يوم حاجة، خيار، احط بروكلي، احط جزر. بالنسبة للاطفال يعني احسن انا ما احاولش ان انا ادي له سويتس معاه. يا ريت يا جماعة بس نجيب الكاميرات على الاطباق، تمام، الحلو اللي ممكن ياخده معاه.
ياخد ثمره فاكهه، ممكن اقطع له تفاح واعصر له عليها حتى نقطه ليمون، منه فيتامين سي ومنه عشان خاطر التفاحه هي ما تسودش. ممكن احط له فراولتين معاه، بلحتين، قطعه بطاطا زي ما قلت. الحاجات ديت احسن من لما اديله سويت معاه، خصوصا بالنسبه للاطفال اللي هم في كيجي وبالنسبه اللي في حضانات وكده يعني. حلو قوي. شي كمان بدات تطبخ من سن كام سنه؟ من سن كده اول ما خلصت الدراسه على طول. كنت انا متعلم، كنت انا بشتغل في البلد عندنا. دراستك يا شيف ليها علاقه بالطبخ ولا لا؟ خريج سياحه وفنادق. افندم خريج سياحه وفنادق قسم مطبخ. طب بس انا دخلت فيها قبل ما اخش الايه يعني، انا داخلها كحب. اللي حببني فيها اللي خلاني اخد دراسه فيها. تمام. يعني اللي حببني فيها خلاني اخد دراسه فيها. بعد كده انا اتحولت بقى، انا الاول كنت شغال في افراح وفي حفلات وفي اعياد واعياد ميلاد وكده. بعد كده اللي حببني ان انا اتجهت للفنادق. تمام. يعني اتجهت للفنادق، اول حاجه رحت شرم الشيخ، بعد كده من شرم الشيخ نقلت فندقين ثلاثه، بعد كده اتنقلت على الغردقه، بعد كده على طابه، بعد كده رحت ايه؟ رحت جيت هنا القاهره اشتغلت فيها. بعد كده استقريت ان انا بقى ليا ستاف كامل، ليا مطبخ كامل متحرك، كل تعاقداتي بتاعتي انا. حلو قوي. مفيش حد بيتعاقد لي، انا اللي بتعاقد، انا اللي بتفق. شوف اماني، الطبخ بالنسبه لك هوايه اكتر ما هو مهنه؟ طبعا هوايه، لان انا عايز اي شيء اسلوبه في طريقه الاكل. تمام. اسلوبه في طريقه الاكل، اسلوبه في البهارات اللي بيحطها، طعم الاكل اللي هما بيعملوا يعني. ليه نفس البهارات عندك يا شيف ايه؟ والله انا في عندي بهارات معينه كده بجيبها، بس ما بجيبهاش من هنا بصراحه، هي دي اللي انا بستعملها، بس بستعملها للحمه المفرومه بس. اما بالنسبه للحاجات التانية، الاكل التاني، بحط ورق لورا، بحط عبهان، مستكة، جوز الطيب، كركم، الحاجات دي كلها بتبقى طبعا جميله. تمام. شيف عماد، اهم بقى البهارات اللي بتستخدمها في خلطاتك السريه ايه؟ ما ينفعش. لا، ما لازم نعرف. مش سؤال محرج شويه ده؟ لا، انت جاي عشان جمهورنا كده يعرف ايه السر بتاع الاكل الحلو. اقول لحضرتك على حاجه، هو اولا الاعتماد كله، بلاش فلفل اسمر. لو الفلفل الابيض، الفلفل الابيض اشيك بكتير واطعم واحلى، ومش هيخلي فيه لون سمار في وسط. طيب معانا دلوقتي دعاء مداخله. صباح الخير. الخط قطع دعاء، حاولي تكلمينا مره تانية. نرجع مع الشيف مره تانية بقى. يا أيوة. انت قلت الفلفل الابيض احسن من الفلفل الاسود بكتير. تمام. كشكل بهارات لحمه، اشمعنى بقى؟ ايه؟ اشمعنى الفلفل الابيض احسن من الفلفل الاسود؟ علشان اولا بيسمر لك كل حاجه. اي حاجه بتلاقيها سمر. تمام. الفلفل الابيض بيدي طعم، بيدي تست، بيدي ريحه، بيدي كل شيء. لا، وما بيسمرش. متفقه مع حضرتك طبعا على الكلام ده. طبعا. دي حاجه. تاني حاجه بهارات اللحمه. بهارات اللحمه اساسا بتستاهل عالي جدا، بالذات بقى لو اتخلطت على انواع توابل. انواع توابل زي ايه؟ انواع توابل. طب ثواني، معانا مداخله. اهلا يا حاج. رقم الشيف عماد، عشان عندنا حفله يوم 27 بدار المملكه. حازم انت على الهواء. الو. الو. ايوه، اهلا يا حازم. اهلا بك يا فندم. بعد اذن حضرتك الشيف عماد بس يحضر رقم تليفونه على البتاع بس، عشان عندنا حفله. طب حضرتك هتسيب رقمك في الكنترول وحد هيكلمك من عندنا. تمام. في لحضرتك اي اسئلة؟ الو. الخط قطع. نكمل يا شيف عماد. تمام. ممكن بقى جوز الطيب. جوز الطيب، بس جوز الطيب لما تيجي او اي حد يشتري جوز الطيب ياخد جوز الطيب الحب مش المفروض. طب احنا المداخلات النهارده في ناس كتير عايزه تشارك معانا. معانا مداخلة. نهلة. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ازيك انت؟ الله يخليكي. لو سمحتي خدي الشيف عماد، عندي عزومه، يقول لي على كباب الحله يا دولي تاني، ويقول لي كفته المشويه. كباب الحله والكفته المشويه. طيب يقول لي اعمل ايه معاه عشان يمشي مع بعض عشان ما فيش حاجه تترمي. طيب تمام، ما فيش مشكله. شكرا لحضرتك. اوكي، تحت امرك. مع السلامه. اتفضل يا شيف عماد. بالنسبه لكباب الحله،
ايوه كباب الحله بيجي بنجيب كيلو لحمه بتلو تمام تقطع قطع تمام تروحي جايبه معاكي ورقه لورا حبهان جوز الطيب قرفه خشب تمام بعد كده بجيب بصل بجيب جزر تمام وده كله بحطه مع بعض وبعد كده بجيب ميه سخنه بيقول احط عليه تمام يغلي نص غلوه او ثلاث ارباع غلوه الحاجه دي كلها ثواني يا شيف معانا دعاء مداخله تاني الو صباح النور ازيك يا ولاء عامله ايه اهلا يا دعاء ازيك انا يعني مبسوطه جدا من البرنامج ما شاء الله انت مذيعه شاطره قوي ميرسي يا حبيبتي ليكي اي سؤال تساليه مبسوطه من الكتاب جدا حاسه ان الاكل المره دي جميل وكنت عايزه فاهمين حاسه انهم فاهمين بيقدموا اكل هيلثي واحنا فعلا محتاجين ميرسي ده من ذوقك ميرسي وعايزه اعرف بصي المدام اماني قوي على الاكل الصحي ما شاء الله جميل ميرسي يا حبيبتي ميرسي اعرف منها برضه افكار افندم الو طب شكرا يا دعاء الخط قطع الشيف اماني وزار الاكل الهيلثي مهم جدا لبعض الناس ايوه او للمعظم هو الطبيعي انه يكون للمعظم معانا مداخله تانية الو السلام عليكم ايوه استاذ رجب معاك يا فندم معايا مين معلش رجب يا فندم رجب اهلا وسهلا بيك اتفضل حضرتك يا فندم كنت عايز الشيف عماد بس يوصف لنا مثلا يعني لما نعمل أكلة لحمة وكده يعني إيه البهارات والتوابل الحاجات اللي هي تخلي الأكل ليه معنى وريحة وحاجة جميلة يعني بعد إذن حضرتك. خلاص تمام لو الشيف سمع السؤال وأكيد هنجاوب حضرتك. ماشي يا فندم. تمام. حضرتك التوابل اللي موجودة كلها زي حضرتك أنا ما قلت اللي هي بهارات اللحمة دمين. مع جوز الطيب مع فلفل أبيض مع كمون وكزبرة. تمام. ده أفضل شيء. دي أهم البهارات عند حضرتك. دي أهم حاجة. والكزبره ممكن تمام. تكون افضل اوكي شيف اماني الاكل الهيلثي بيبقى له توابل معينه عكس الاكل العادي ولا هو نفس التوابل لا طبعا عكس ملوش التوابل دي خالص هو اذا كان بيبقى ملح وفلفل بس يعني ولا فيها بهارات ولا فيها جوز الطيب ولا بتاع كده يعني مثلا اذا اكله زي ديت فيها ملح وفلفل وليمون بس مش اكتر من كده في اكلات طبعا تانية بتحتاج البهارات دي يعني. ممكن ايه اكتر البهارات اللي ممكن بتكون هي الاساسيه في اي اكل صحي هو الملح والفلفل والفلفل زي ما قال الشيف عماد برضو اذا كان بيدي عشان خاطر لو في حاجه فاتحه كده اذا كنت بتحطي فلفل ابيض ما بي عشان خاطر ما يسويتش الاكل ما فيش بهارات معينه بتحطيها تخلي الطعم مختلف لان في الاكل ممكن الصحي ساعات بيبقى متعب شويه متعب. ممكن كركم بابريكا الحاجات دي بتدي طعم بس بس اذا شكل حلو قوي اكيد اكيد طبعا اكيد طيب نغرف بقى الاكل بتاعنا وهنبدا نعرضه للجمهور معلش الكاميرا تيجي على الاكل كل شيف بقى يقول لي هو عمل ايه بسرعه كده انا ان شاء الله عملت فراخ البانيه فمش بانيه عملتها فراخ صدور شوحتها على النار بشويه ملح وفلفل وبعدين بشيلها بروح حاطه بعديها بعمل الصوص توم وبحط عليها بعد كده عصير الليمون وويبنج كريم بتغلي مع بعض غلوتين علشان خاطر بتتقل مع بعضيها بروح حاطه الشبت بقطع الشبت عليها البطاطس بسلقها بروح مقطعها ترانشات وبعمل زيت زيتون وتوم وبرشها عليها وتخش الفرن اللي بيتعرض قدام حضراتكم دلوقتي هو اكل الشيف عماد وبعدها على طول هيجي اكل الشيف اماني وحضرتك قلتي انه هينفع نعمل جنبيها حلو ايه الحلو جنبيها ممكن ام علي ممكن كريم كراميل تمام شيف عماد تقول لنا سريعا كده الاكلات بتاعتك احنا عملنا حضرتك ميكس جريل تمام عملنا كباب حله على الطريقه بتاعتنا احنا مش الطريقه بتاعتكم عملنا رز ميكس بلسان العصفور قول لنا طريقته كده سريعا طريقته ان انا بجيب دلوقتي حطيت البيون على النار بعد كده بنزل بالرز البسمتي بياخد 3 4 سوا او نص سوا بالظبط بعد كده بنزل بلسان عصفور بيبقى متحمر وجاهز يبقى نص سوا برده بعد كده كذلك الامر اروح نازل بالشعريه عليه
خلاص. دي اكلات الشيف اماني اللي قدام حضراتكم دلوقتي. هو شكل الاكل ما شاء الله حلو جدا بألف هنا وشفا. وانتوا عاملين تيم رائع النهارده معانا، عاملين هيلسي وعاملين مش هيلسي يعني اللي هو ايه هيلسي وانا هيلسي، ممكن ناكل ونظبط نفسينا وبعد كده نبقى نبتدي دايت بعد كده نتكلم. تحت امرك وبالهنا والشفا. اتمنى انتوا الاثنين تكونوا معانا في دويتو ان شاء الله بعد كده باذن الله. تحت امرك ان شاء الله. شيف اماني لو تحبي تقولي اي حاجه قبل ما ننهي الحلقه بتاعتنا. بحب اشكركم، اشكرك طبعا واشكر المصورين واشكر الاعداد واشكر كل الكاست بتاع البرنامج، وان شاء الله يبقى لنا حلقه تانية باذن الله ان شاء الله مع بعض. انا اتشرفت بيكم. انا نورتينا يا شيف. انا بصراحه يعني انا اشكر كل الناس وكل الناس اللي وقفت جنبي، فريق الاعداد كامل، حضرتك استاذ حور، كل الناس يعني بلا استثناء اي حد. شكرا يا شيف وكنا معاكم تحت امرك ان شاء الله نلتقي بكم في حلقه جديده من ان شاء الله. ميرسي يا حبيبتي.